انا حابب ابتدي بدايه بعيده تماما عن كره القدم، وان كان ليها طبعا ارتباط بشكل مباشر بالوسط الرياضي والاداره الرياضيه. زمان اساتذتنا في اللغه العربيه كانوا دايما يقولوا لنا ان التضاد بيبرز المعنى ويوضحه، واللي بينطبق على اللغه العربيه ينطبق ايضا على الاداره الرياضيه. امبارح في حلقه امبارح اللي تابعنا في سادسه كنا استضفنا المدير الفني الكبير كلود دوروا، واحد من المديرين الفنيين لاصحاب البصمات الكبيره جدا في الكره الافريقيه. ويمكن بدايه كلامي معاه كان عن ازمه حصلت في فرنسا بسبب تصريحات رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي فيما يتعلق بزين الدين زيدان نويل لوغرا. ده نويل لوغرا او نويل لوغراي رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي. النهارده بعد يمكن اقل من 24 ساعه من كلامي مع كلود لوروا على خلفيه الازمه التصريحات دي، تمت اقاله رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي على خلفيه تصريحاته اللي ضد زين الدين زيدان. وزين الدين زيدان في فرنسا بيعتبروه اسطوره كره القدم الفرنسيه. الراجل قال ايه على في كلامه على او في تصريحاته ضد زيدان لما كانوا بيسالوه، لانه بعد خساره فرنسا اللقب كاس العالم كان كلام كتير جدا على انه يجب ان تكون نهايه مرحله ديدييه ديشان المدير الفني الحالي للمنتخب فرنسا واللي قادها بالفعل لقب كاس العالم 2018، وكانت كل الترشيحات والرغبات بتامل في ان يتولى زين الدين زيدان المسؤوليه، مسؤوليه مدير فني منتخب فرنسا. ففي واحد من الحوارات الاذاعيه مع نويل لوغرا او لوغرايه كلموه على قصه زيدان وانه ممكن يتولى مسؤوليه المنتخب الفرنسي، فالراجل قال ايه؟ الراجل قال انه انا مش مهتم، ما تفرقش معايا، ان شاء الله حتى يتولى مسؤوليه المنتخب البرازيلي او على المجموعه من الصحفيين انها تشتغل وتجيب له عقد انه يدرب فيه فريق. دي كانت تصريحات نويل لوغرايه اللي بالمناسبه الراجل اعتذر عنها وابدى احترامه الشديد جدا لاسم زين الدين زيدان. على خلفيه التصريحات دي بس مش اكتر ولا اقل، ورغم اعتذار الراجل الا انه تمت اقالته. ونالت تصريحاته ردود افعال عنيفه جدا سواء في فرنسا او حتى في اسبانيا اللي كانت تجربه زين الدين زيدان فيها كانت ناجحه جدا سواء كلاعب او كان كمدرب. وزيدان بالمناسبه تلقى عروض كتيره جدا لتولي مسؤوليه مدير فني لمنتخبات كبيره جدا منها برازيل ومنها البرتغال. انا بس حبيت اوضح لكم الفارق، السقطه التي ادت لاقاله رئيس اتحاد كره القدم الفرنسي ما كانتش في يوم من الايام خرقه للوائح ولا تفضيله لانديه على حساب انديه اخرى، ولا انه يخبي جوابات او يخبي مستندات، ولا انه يقول تصريحات غير مسؤوله متعلقه بمصير الانديه في فرنسا. فرنسا اللي تعتبر قوه عظمى في كره القدم، فرنسا اللي حملت لقب كاس العالم مرتين وبتمتلك تاني اكبر عدد من اللاعبين المحترفين على مستوى الكوكب كله.